الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الفرقان. درسكم في قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فالقرآن يستعرض مقطعا ومشهدا من مشاهد يوم القيامة، يعطيه سلاحا للوارث الذي يرث ويستلم مركزه في جبهة الصراع. يقول له خذ هذا السلاح فجاهدهم به جهادا كبيرا. ما هو السلاح؟ قال اذكر لهم. إذا هنين الآن سكارى ما لا يعلمون ما سيستقبلهم من مواقف بعد الموت، من مواقف مفزعة، من مواقف مرعبة مخيفة مهلكة فيها خسارة الدنيا والآخرة. اذكر لهم بعض هذه المشاهد لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون. قال ويوم يحشرهم، اذكر لهم لكفار قريش اليوم الذي يجمعهم الله فيه، هم وكل من جعل مع الله إلها آخر، وما يعبدون من دون الله. سيحشر المشرك وإلهه الذي جعله ندا وشريكا لله، الصنم وعابده في المحكمة الإلهية. فيقول الله، بيوجه الخطاب للآلهة الباطلة، سواء كانت من الملائكة، كان العرب يعبد الملائكة، أو من البشر كالذين يؤلهون عيسى وغيره، أو من الأصنام، الله ينطقها يوم القيامة. فيقول للآلهة: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنت يا عيسى ابن مريم قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا ابني، هذا سلاح القرآن. هل عبسي طالب علم ما دخل مدرسة الصراع العقائدي، الروع علم الكلام ما تعلم الدعوة إلى الله وإثبات دين الله بالأسلوب الوحي السماوي والأسلوب النبوي؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنت يا عيسى، أنت يا ملائكة، أنت يا أصناف، قلتوا لهم نحن آلهة. فالأنبياء والملائكة بترد، فقالوا سبحانك نحن ننزهك أن يكون معك إله آخر، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نحن ما بحق لنا نعمل إله ثاني معك، فما بنعبدك إلا إلك. فإذا أنت إلهنا فممكن قول للآخرين أن يعبدوا غيرك ويعبدوا معك إلها آخر؟
ولكن لك إذا نحن ما أضللناهم، هم ضلوك، وشو سبب ضلالهم؟ قال بل متعتهم وآباءهم، أعطيتهم من النعم فبدل أن يشكروها ويفكروا في خالقها وصانعها وواهبها ومبدعها. هذه الفلة يا ابني مين عملها طبقات؟ مين أعطاها اللون؟ الياسمين، الورد، بأشكال، بألوان، بروائح، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، والورود في الروائح وفي الألوان. بل متعتهم وآباءهم بنعمك بفضلك، فبدل أن يشكروا نعمك بطاعتك وبعبادتك والمسارعة إلى امتثال أوامرك، متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، حتى نسيوك، اشتغلوا بالنعم عن المنعم وتعشقوا النعم وأهملوا المنعم، فطلبوا الدنيا ونسوا الآخرة، وعم يشوفوا آباءهم في القبور وفي المقابر وعظاما نخرة وترابا وفناء. فالنعم التي متعتهم بها وانشغلوا بها ألهتهم وأغفلتهم وأماتت في قلوبهم محبتك وذكرك وشكر نعمائك وآلائك، حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فإذا الآلهة ترد عليهم في المحكمة الإلهية، شو سبيلهم على الحجة على صحة معتقداتهم؟ خسروا الدعوة. فإذا بدهم يحكموا بالمحكمة الإلهية. فقد كذبوكم بما تقولون، طلعوا كاذبين في المدعى، لأن أصول الدعوة أن تقرن بالدليل والبرهان حتى تقبل. وإذا الدعاوى، إذا واحد دعا شيء قال كذا وكذا، شو الدليل على صحة ما تدعي؟ في بينة تبين صحة وصدق مدعى؟ فإذا جاب بينة وشهود بصح ويثبت، وإلا فهو مدعي، مدعي بباطل وبهتان وكذب. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، علقتوا بمعركة ما تحسنوا تنتصروا فيها وتنجون فيها من عذاب الله، ولا تستطيعوا أن تصرفوا عنكم سوء العذاب ولا سوء المصير. ومن يظلم منكم، بعد ما الله ذكر المقطع من مقاطع ومشاهد يوم القيامة، رجع يخاطب العرب وقريش، قال ومن يظلم منكم، إن الشرك لظلم عظيم. إن اللي بيتخذ مع الله إلها آخر هذا أكبر الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. بعض الظلم العظيم في ظلم دونه، مثل عدوان الناس على بعضهم بعضا في أكل الحقوق والإيذاء وإلى آخره. ومن يظلم منكم، يعني هذا الظلم الذي هو الشرك، نذقه عذابا كبيرا. فبهذا الأسلوب يا ابن، بأسلوب القرآن، لكن أين عالم القرآن؟ العالم القرآن وقائد معركة القرآن بيكون له قلب
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والنبي كان يقول إنما التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. والقرآن يصرح تقوى القلوب في تقوى الجوارح والأعضاء والأعمال. تقوى القلوب أن لا يكون في قلبك معصية من حقد أو مكر أو غش أو غفلة عن الله أو صفة من صفات الكفر، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هي الله جعل صفة الكافر الذي يفضل دنياه على آخرته. فتقوى القلوب يا ابني، انت قلبك بيحب الآخرة وبيرجحها أكثر على الدنيا، أو بيرجح الدنيا على الآخرة. إذا بدك دعيت إلى أحلى المصايف وأجمل السيارين، في نفس الوقت دعيت إلى عمل من الأعمال التي يأمرك بها الله. فإذا كنت تستحب الآخرة على الدنيا فتفضل وتقدم عمل الآخرة على ملذاتك وأهوائك ومتاعك وسرورك، فبتفضل التعب في الآخرة على الراحة في الدنيا. الآلام في سبيل الله على الملذات في سبيل الدنيا. هي تقوى القلوب. صار عندك قلب يا ابني يصير فيه هذه التقوى، انتسبت إلى مدرسة القلوب. وإذا أصحاب رسول الله ما قرأوا كتابا، لكن دخلوا مدرسة القلوب، دخلوا في قلب رسول الله، كان رسول الله يحبهم من قلبه فهم في قلبه وهو في قلوبهم، فتمازج القلوب والأرواح بمزاج الحب ورابطة الحب. إذا مزجت الشاي بالمي ما بتتغير كل مواصفات الماء، الماء ما عاد لونه لون الماء، ولا عاد طعمه طعم الماء، ولا عاد وصار فيه خواص الماء وازدادت فيه خواص أخرى واسمه بتغير. لما بتقدموا لك إياه بالكاسة بلك تشرب مي لما تفضل كاسة شاي، فبهذا الحب وإدخال قلوب في مدرسة القلوب تغير منهم الاسم والخلق والعقل والفكر والقلب. وأوتوا العلم. أي علم؟ العلم اللدني من الله إلى قلوبهم على ألسنتهم وفي أعمالهم وأخلاقهم في كل ميادين الحياة، ما في الحياة الشخصية. نجحوا في الحياة الدولية، في الحياة السياسية، في الحياة العسكرية. أنه الأمبراطورية اللي كان عمرها أكثر من 1000 سنة في معركة 6 أيام، وهي معركة اليرموك، بعدد 35,000 منهم و250,000 من الرومان، 6 أيام. أنه أمبراطورية الفرس، أمبراطورية الشرك والظلم والاستبداد، ب4 أيام في القادسية، 4 أيام. ففازوا في كل خطوات الحياة في العلم. منين هذا استمدوا؟ استمدوا من مدرسة القلوب. والمسلم، قولوا مسلم، لكن أين إسلام القلب؟ لا تقولوا مذاهب يا ابني، بالقرآن ما في مذاهب. نحترم كل أئمتنا وكل اجتهادهم،
لكن لا على أساس تجعل هذا منفصل عن هذا. هذه ألوان الطعام على مائدة واحدة. الآن إذا العالم بيرجع إلى مدرسة النبي بده يصير عالم حسب برنامج، ما بتتعلم مثل ما تعلم النبي؟ بتريدوا؟ لما بتكونوا تتعلموا التعلم البدعي، النبي شلون تعلم العلم؟ النبي ما كان عالم؟ سيد العلماء وإمام الأنبياء، أول ما بدأ بذكر الله. فإذا كان الشيخ ما بيذكر الله لا في أول العلم ولا في أوسطه ولا في آخره، ما دخل مدرسة حراء، شلون بده يصير ورثة الأنبياء؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. شلون بده يتعلم الحكمة؟ والنبي يقول من أخلص لله 40 صباحا. شو معنى أخلص لله؟ تكون مع الله بكل وجودك، بكل أحاسيسك، بكل شعورك، بكل فكرك. إذا كنت مع الناس ما بتحسن. لذلك النبي ابتعد عن الخلق وهجر زوجته وأصدقاءه ورفاقه وهو الشاب في مقتبل العمر، وفي رأس جبل، من أسفل الوادي إلى رأس الجبل صعود ساعة كاملة، في وكم سنة، سنين متواصلة، كل مرة يطلع شهر أكثر أقل، حتى تنقى قلبه ونظفت روحه وتقدست، فنزل فيها العلم المقدس. ثم قال تعالى ردا على شبههم، رجع للمعركة، قال عم يقولوا عنك ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هيك الأنبياء؟ النبي لازم يكون ملك ما يأكل، أو ينزل له الأكل منين؟ من السماء. الله رد عليهم قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. إبراهيم كان يأكل ويحمل أغراضه ويروح السوق، ويمشون في الأسواق يجيبوا حوائجهم بإيدهم، ما في امتيازات في الإسلام. أحد شاف النبي حامل بعض حوائجه فأخذها من يده ليحملها عنه، فقال له صاحب المتاع أولى بحمل متاعه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. طالب العلم بكرة بده يعلمهم أخلاق النبي، حياة النبي، علمهم النبي كيف بنى الإسلام، كيف بنى إسلام النبوة في نفسه، كيف في غار حراء، كيف الليالي وحيدا فريدا أكله الكعك والزيت، الكعك ما بيتغير والزيت ما بيتغير، ولا رفيق ولا أنيس ولا كتاب ولا معلم. فنزل العلم عليه من السماء، وكلا آتينا حكما وعلما. نزلت الحكمة بمعنيها العلم، معرفة الأمور بحقائقها، ومعرفة ارتباط المسببات بأسبابها، قدرا وشرعا، أمرا وخلقا. بده يعرف سر الأمر وسر الخلق، بده يعرف سر القدر وسر الشرع، أسرار الشريعة، الأسباب الموجبة. فبتقرأ القرآن ليش؟ لحتى تقوم تنفذ بعد رسول الله باعتبارك من أبناء محمد ومن أبناء الإسلام. تقرأ القرآن حتى تقوم تعمل مثل ما عمل إمامك رسول الله. شو هاي الآيات؟ معركة هاي، هذا بيطعن فيك،
بيقول لك رجلا مسحورا، وهذا بيقول لك أساطير الأولين، وهذا بيقول لك معلم مجنون، وهذا بيتهم لك مرتك ما تهمه زوجة نبي سيدنا عائشة بالزنا، لحتى يحطوا من قدر النبوة سيدنا عائشة الصديقة بنت الصديق ليهدموا الإسلام، حتى الله أنزل فيها في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فبدنا نقرأ القرآن ما للإدغام بغنة. وأحكام التجويد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لحتى نحول القرآن إلى أعمال، إلى وقائع، إلى مجتمع، إلى عقل قرآني، إلى وجدان إيماني. هذا ابني إذا ما كان كنت صاحب قلب وصاحب علم لدني وصاحب حكمة مستحيل. قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يعني لا تظن بس أنت تحتاج لحواجك وتكون فيها بنفسك، كمان الأنبياء قبلك مثلك، لا تأخذ على خاطرك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. والشيء اللي عم يصير من النقد عليك من الأمور المباحة. قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. شو معنى يا رسول الله؟ الله عم يقول له: يا محمد، أنا راح الفتنة هي الفحص والامتحان، بدي اختبرك بهالبلاء اللي عم ينصب عليك من قومك. قبلنا نفحصك هاي الفتنة، وبدنا نفحصهم فيك كمان. بعثنا للنبي لنراهم هل يقبلوا رسالتنا وهديتنا أو يرفضوها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ تصبر يا محمد؟ وهل معك تصبروا؟ على إيش؟ على ضرب الحجار، على الدماء تشخب حتى تملأ خفا رسول الله في سفره إلى الطائف. وكان ربك بصيرا. هو المراقب الفحص، هو اللي بيحط العلامات. طيب هذه الآيات يا ابني انت سمعتها والآن فهمتها وعرفت علومها وتفسيرها، فشؤونيتك بعد ما سمعت ماذا تعمل؟ هل يا ترى انت المسلم الجندي الذي يقودك القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، وهي القيادة في القرآن لتقوم ببناء الإسلام وتهيئ قلبك في غار حراء، لك تكون معك شهادة غار حراء، لك تكون عندك شهادة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. أحببت النبي هذا الحب، نائب النبي وارث النبي صلك في هذه الرابطة الحبية القلبية الروحية. شلون بدك تصير مسلم بكرة الله بده يسألك عن الإسلام آية آية؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله بيجيب النبي: بلغتهم تبلغتوا هاي الراديو تبلغنا. طيب فماذا فعلتم فيما علمتم؟ النبي يقول: لن تزول قدم عبد بين يدي الله في محكمة الله. لما بكرة بتدخل على المحكمة تبع الله ما في محامي، لن تزول، ما بيطلع من المحكمة حتى يعطي أجوبة على أربع أسئلة. يسأل عن شبابه فيما أبلاه. شبابك وين صرفته؟ ايه والله بالسينما وبالبار الفلاني وبالمسابح المختلطة، ايه وين مدري وين الى اخره. وعن عمره فيما افناه، عمره كله وين روحته؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. وعن علمه اللي تعلمته، اللي تعلمته وسمعته من الشيخ، تعلمت من القرآن. وعن علمه ماذا عمل به؟ ما بيطلع من المحكمة حتى يعطي أجوبة.
الشغلة ابني الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكان ربك بصيرا. والله تحت مراقبته تصبر تنجح يعطيك شهادة، شهادة الإيمان ووراثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمطالب بها كل واحد منا من رجل أو امرأة، من ذكر أو أنثى، ما شرط لا في اللفة، لا، الطبيب في عيادته، والمهندس في مكتبه، والمزارع في زراعته، وسائق السيارة وراء مقوده، كلنا منا نكون مجندين إذا كنا مسلمين، لأن الإسلام علم نتعلم وعمل ودعوة إلى الله، بدك تدعي إلى الله في سهرة في جلسة، تكون أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تعرف المعروف من المنكر، عندك قلب ذاكر. فهذا معنى الإسلام في المسلم والمسلمة، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، لكن العالم بشكل أخص، وما بعد العالم كلنا مسؤولية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المؤمنين اللي الله وعدهم بالجنة قال عنهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحباب وأنصار بعض. أول صفة لهم قد يأمرون بالمعروف، اثنين وينهون عن المنكر، ثلاثة ويقيمون الصلاة، أربعة ويؤتون الزكاة، خمسة ويطيعون الله ورسوله. الجائزة والشهادة أولئك سيرحمهم الله، رحمة الله هذول اللي تنزل عليهم. فإذا لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا بعضهم أحباب وأولياء بعض، الحسد والغيبة والنميمة والظلم والغش والكذب، ابني منين بدك تنظف إذا ما بتروح على الحمام، إذا بتنام على المزابل وعم تنطمر بالزبل، شلون بدها تصير روائحك طيبة؟ مستحيل يا ابني. أبو بكر لولا النبي بصير أبو بكر، عمر لولا النبي كان حطب من حطب جهنم، الصحابة بيفتحوا الدنيا بيملؤوها إيمانا وإسلام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا أهلا لمدرسة القرآن، وأهلا لفهم القرآن، وأهلا لإحياء علوم القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.